أن نستشعر معنى قول الله سبحانه وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم من فئة قليلة العدد والعدة والعتاد قاتلت فئة كثيرة، كما وصف الله سبحانه وتعالى جيش الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كما هو الحال في هذه الأيام عندما أعداء الله تعالى قد جاءونا من فوقنا ومن أسفل منا، وإذ زاغت الأبصار عند بعض ضعاف القلوب وبلغت القلوب الحناجر واستيأس الرسل واستيأس المجاهدون وظنوا أنهم قد كذبوا، أتاهم نصرنا. أتاهم نصرنا عندما اتصلوا بالله سبحانه وتعالى وعلموا أن الله تعالى مع المتقين، وإن قل عددهم وأنه لا تضره كثرة أعدائهم إن أمر سبحانه وتعالى نصرا لعباده المؤمنين وذلا لأعدائه أعداء الدين. نعم أيها الأحبة الكرام، يخيل لنا أعداء الله تعالى أن نهاية المجاهدين قد اقتربت، وأنهم قد بدأوا بالأحياء الدمشقية القريبة منا كحي مرزة وقابون وحي تشرين، ويريدون أن يدخلوا الوهن إلى قلوب المؤمنين المستضعفين، ويريدون أن يدخلوا الوهن إلى قلوب المجاهدين الصادقين في هذه الغوطة المباركة، لأنهم علموا بإذن الله تعالى أن كسر شوكتهم سيكون من أهل ورجال هذه الغوطة.